التحقت ببرنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي تحت إشراف المبدعون وأبدعوا بتدريبنا للاستفادة من التجارب العلمية ومساهمة خبراء دوليين ومحليين. التحقت من قبل المدرسة بعد ما تم ترشيحي من قبل مشرفة موهبة بالمدرسة، وأديت الاختبار واجتزته بدرجة عالية، أتاحت لي فرصة بالتسجيل بالبرامج. تعلمت الكثير ومنها وظائف أجهزة الإنسان، وطموحي بالمستقبل أكون مشاركة من فريق موهبة. أكثر تجربة أثارت اهتمامي وهي تجربة تشريح المخ. أوجه رسالة لزملائي وهي الالتحاق ببرنامج موهبة لما فيها لبصمة جميلة وفتح للمدارك.